بعد ما اختي صحتني من النوم وقالت لي اصحي بسرعة، انت كنت بتتكلمي وانت نايمة وبتعملي حاجات تخوف. قلت لها كلام ايه ده، انا قلت ايه؟ قالت لي كنت بتتكلمي مع حد وبتقولي عاوزني اوافق على ايه، زي ما تكوني مش انتي وجسمك كان متشنج خالص، انت كنت بتحلمي بايه؟ بدأت افوق واستوعب اللي هي بتقوله. معقول انا كنت بتكلم وانا نايمة؟ قلت لها وانا حاسة بخوف غريب، انا كنت بحلم بفلفل بقالي فترة ملازمني في الاحلام. قالت لي لانك متعلقة بيه بزيادة، قولي لي شفت ايه في الحلم. قلت لها كان بيطلب مني اني اوافق على حاجة بس ملحقتش اعرف ايه هي الحاجة دي. قالت لي بيطلب منك ايه، هو بيتكلم معاكي في الحلم؟ قلت لها اه ساعات، ما انت عارفة الواحد ممكن يحلم بأي حاجة مش حقيقية، انت مستغربة كده ليه؟ قالت لي اسمعيني كويس، لو حسيتي ان فلفل مش طبيعي وبيعمل اي تصرفات غريبة لازم تحكي لي، ولازم تقلقي من وجوده معاكي شوية. قلت لها ليه يا بنتي، تقصدي ايه من الكلام ده؟ قالت لي اسمعي الكلام بس وتصرفي زي ما بقولك. كلامها قلقني جدا لان فعلا كان في تصرفات غريبة كتير من القط، لكن انا مرضتش اقولها لاني ما كنتش عايزة اكبر الموضوع، هي من غير حاجة كانت متضايقة منه عشان الطريقة اللي بيتعامل معاها بيها، فقلت بلاش اخليها تنفر منه اكتر من كده. سكت ووعدتها ان لو حصل اي حاجة غريبة سواء في الحقيقة او في الحلم هقول لها، لكن هي ما استنتش ان اقول لها على حاجة، هي شافت بنفسها اللي حصل لما في يوم كنت في اوضتي واقفة قدام دولابي بجهز الهدوم الجديدة لزوم دخول الجامعة. وقتها كان القط قاعد قدامي على طرف السرير زي عادته وعينيه رايحة جاية مع كل حركة بعملها. وقفت لحظة وانا ماسكة بلوزة من اللي اشتريتهم وكنت متحمسة جدا اني اقيسها. بدأت اقيس البلوزة بسرعة، ولما جيت البس البلوزة الجديدة حسيت بنظرة القط ليا اتغيرت، كان مركز عينيه عليا بطريقة غريبة، عينيه كانت بتلمع بشكل واضح مش اللمعاني اللي انا كنت بشوفه قبل كده ومتعودة عليه. حاولت اشيل من دماغي الافكار دي وانا بقول لنفسي ايه الهبل ده، ده مجرد قط. لبست البلوزة ووقفت الف بيها يمين وشمال قدام المراية، كنت فرحانة بيها قوي لدرجة اني اتلهيت عن افكاري ناحية القط، وبعدين لقيته بيبص لي بحماس وفرحة. قلت له ها ايه رأيك؟ حسيت كأنه فهمني وفهم سؤالي، لقيته جاي ناحيتي وبدأ يلف حواليا وانا واقفة بيلمس رجلي بايده وديله بطريقة مريبة، ومع انها ما كانتش اول مرة يلمسني لكن المرة دي بالذات حسيت ان جسمي كله مكهرب، زي ما يكون في حاجة غريبة عدت جوايا في راسي لغاية رجليا، لكن ما كنش احساس مؤلم او مزعج، بالعكس كان غريب جدا عليا، وده خلاني خفت اكتر. اتمسمرت في مكاني وبعدها انتبهت على صوت اختي وهي بتندهلي وتقول لي رحت فين، بنادي عليكي من بدري. رديت عليها بسرعة عشان ما تلاحظش حاجة، قلت لها انا هروح فين، بفكر بس في الجامعة. وما كانتش مصدقاني، لقيتها بصت لي وبصت على القط اللي كان لسه واقف تحت رجلي وزي ما يكون بيستخبى منها، فقالت لي تاني مش معقول يكون قاعد معاك طول الوقت بالشكل ده، وجوده على طول جنبك كده مش طبيعي. قلت لها حاضر والله خلاص، انا اصلا خلصت اللي بعمله وجاية وراكي على طول. قالت لي طيب يلا اما اشوف اخرتها معاكي. الايام اللي بعد كده حاولت اسمع فيها كلام اختي، ما بقتش اقعد مع القط كتير زي الاول ولا اخليه معايا طول الوقت زي ما كنت بعمل، فاكرة ان ده تغيير بسيط مش هيفرق معاه في حاجة، لكن اللي حصل عكس كده خالص. فلفل بقى عنيف جدا ومبقاش يحب يقعد مع بابا وماما زي الاول، كان على طول قاعد قدام باب اوضتي مستني اني افتح له، وما بقاش ياكل غير لو طلعت قدمت له الاكل بنفسي، وطول الوقت كان بيعمل اصوات زي ما يكون بينده على حد، وطبعا كلهم في البيت اخدوا بالهم وكانوا بيقعدوا يضحكوا ويقولوا لي ده بينده عليكي انتي، لكن انا بصراحة ما كنتش مهتمة باللي بيعمله لاني بقى يحصل لي حاجات غريبة ما كنتش عارفة افسرها او افهم سببها. في الفترة دي انا كنت نقلت سريره خليته في الصالة بعد ما كان جنب سريري، فلما كنت اقفل اوضتي عليا واجي انام كنت بسمع خطوات ماشية بره اوضتي، خطوات واضحة وصريحة كأن في حد ماشي رايح جاي، ولما كنت
اقوم اشوف مين، ملاقيش حد. كل اللي في البيت كانوا يبقوا نايمين ما عدا القط، بس كان بيبقى صاحي وواقف باصص لي بصات غريبة، وده كان بيخوفني منه اكتر، فكنت بسيبه وادخل انام من غير ما احتك بيه خالص. واتكرر الموقف ده اكتر من مرة، لغاية ما في يوم صحيت من نومي على صوت باب اوضتي بيتفتح. قمت اشوف مين دخل عليا، لكن ما لقيتش حد قصادي. ندهت بخوف على ماما وبابا واختي، لكن ما فيش حد فيهم رد، وكان واضح انهم نايمين في اوضهم وما فيش حد منهم بره. كنت لسه هقوم من السرير، لكن لقيت قط ظهر فجأة قدامي وبصلي بنظراته مرعبة، وحجمه اللي زاد اضعاف كنت شايفاه ضخم جدا، وكأن اللي قدامي نمر مش قط. صرخت بأعلى صوتي وفضلت أنده على كل اللي في البيت عشان يساعدوني، وفي ثواني كلهم صحيوا وجم بسرعة. فضلت أعيط وأقول لهم ابعدوه، مش عاوز أشوفه، أنا خايفة منه. ماما وبابا ما كانوش فاهمين أنا بتكلم عن إيه، لكن أختي فهمت إني بتكلم عن القط، وفضلت تحاول تهدي فيا وما سابتنيش، قعدت جنبي وهي واخداني في حضنها وتقول لي ما تخافيش يا منى أنا جنبك. كان لسه جسمي كله بيترعش وعقلي مش قادر استوعب اللي شفته. كنت قاعدة ببصله برعب وهو قاعد في ركن الأوضة عادي وكأن مفيش حاجة حصلت، بس أنا كان جوايا إحساس إن ده فعلا مش مجرد قط شقي زي الست ما قالت لي، وبدأت أشك إنه في حاجة مش طبيعية. أختي قطعت أفكاري لما سألتني وقالت لي منى أنت بتقري قرآن قبل ما تنامي؟ صراحة سؤالها فاجئني، لأن كنت عارفة إني مقصرة، وأختي من يومها وهي ملتزمة بصلاتها وقراءة القرآن، كانت دايما بتحاول معايا إني ألتزم زيها، لكن بصراحة عمري ما التزمت. اتحركت من سؤالها وقلت لها وأنا بداري عنها عينيا، بصراحة لأ مش كل يوم، يعني ممكن أقرأ ساعات. أختي قالت لي أنتي لازم تلتزمي ولازم تقري القرآن قبل ما تنامي، ممكن الحاجات اللي بتحصل لك والكوابيس دي بسبب إنك بعيدة عن ربنا، لازم تحمي نفسك بالقرآن. انا كنت عارفة ان معاها حق، وكان نفسي اقول لها ان الموضوع دلوقتي بقى اكبر من الكوابيس، لكن خفت ما تصدقنيش. لقيتها كملت كلامها وقالت لي بصي كل يوم قبل ما تنامي لازم تقري آية الكرسي والمعوذتين عشان يبعدوا عنك اي حاجة وحشة، جربي اللي بقولك عليه وهتشوفي. قلت لها حاضر هعمل كده. بعد ما اتأكدوا ان هديت خرجوا وسابوني عشان اكمل نومي، وهم كانوا بيكملوا نومهم. فضلت قاعدة شوية خايفة أغمض عيني، افتكرت كلام أختي وقررت إني أسمع نصيحتها. قمت أخدت المصحف وفتحته على آية الكرسي اللي ما كنتش حافظاها للأسف، وبدأت أقرأ بصوت هادي. وبعد ما خلصت حطيت المصحف في مكانه وحاولت أريح راسي على المخدة. كان جوايا خوف مش عارف سببه، لكن حاولت إني أقاوم ده وغمضت عيني وخدت نفس عميق وحاولت أنام. مش عارفة ازاي وامتى لقيت نفسي واقفة في نص الأوضة بنفس اللبس اللي كنت نايمة بيه، كل حاجة حواليا زي ما هي وطبيعية، وكنت واقفة مستغربة وبسأل نفسي أنا قمت من السرير ليه، هو أنا مش كنت نايمة دلوقتي؟ كنت حاسة بسخونية شديدة في جسمي من جوه وسخونية شديدة جوه الأوضة. لفيت أبص حوالين نفسي وأنا مستغربة، لقيت القط قاعد في السرير رغم إنهم طلعوه بره أوضتي وهم خارجين. جسمه كان بنفس الحجم الضخم اللي شفته فيه قبل كده، عينيه سودة وبتلمع بشكل مخيف. لقيته قام من مكانه وقرب ناحيتي، كنت لسه هصرخ لكن اتفاجئت إنه بيتكلم معايا بصوت مخيف. أنت مش عارفة أنت بقيتي إيه ولا عارفة أنا عاوز منك إيه، اللي بتعمليه بيألمني لكن مش هيساعدك تهربي مني. كنت مرعوبة منه ومش فاهمة حاجة، سألته وأنا حاسة إن الحر اللي في الأوضة بدأ يلسعني وكأني واقفة وسط نار هتحرقني، أنت عاوز مني إيه؟ قال لي وهو بيقرب مني أكتر هتعرفي قريب، ولو رفضتي هتندمي عمرك كله. في اللحظة دي صحيت مفزوعة بنفس السرعة وقلبي بيدق جامد، وعندي إحساس رهيب بالخوف من ناحية القط وتهديده، ومن وقتها زاد إحساسي إن القط ده مش طبيعي أبدا، لكن كنت خايفة أتكلم محدش يصدقني أو يفتكرني اتجننت. الفترة اللي بعد كده كانت أصعب بكتير، تعبت جامد وما كنتش عارفة فيا إيه، أوجاع في جسمي وكله، وبقيت ضعيفة ووزني قل جدا. ودوني لدكاترة في كل التخصصات وعملت إشاعات وتحاليل، لكن كلها كانت بتقول إني سليمة وما عنديش أي حاجة،
وطبعا في الفترة دي ما كنتش مركزة مع القط ولا مع أي حاجة تانية، كنت ملهية في تعبي واللي بيحصل لي، فما كنتش مركزة إن أبعد القط عني زي الأول، وباب أوضتي بقى مفتوح ليه باستمرار، فبقى يدخل ويطلع جنبي على السرير ويفضل قاعد فوق راسي براحته. الغريب إنه لما كان بيعمل كده كانت أوجاع جسمي بتهدى وبتقل، وكأن حد بيشيل حمل من على جسمي. ومرة بعد مرة لاحظت إيه اللي بيحصل ده، ومن كتر تعبي وأوجاعي بقيت أنا اللي أجيبه يقعد جنبي عشان نرتاح شوية، وبعد ما كنت بخاف منه وببعده عني بقى هو مصدر راحتي، وألمي بقى يزيد لو غاب عني. رجعت أتعلق بيه تاني وكأنه بقى جزء مني، بقى وجوده معايا في كل لحظة أمان ليا، والأيام بقت تعدي وكل ما يمر الوقت كنت بلاقيني بغرق أكتر في ارتباطي بيه، حتى أحلامي بيه بقت مختلفة. يعني بعد ما كنت بشوفه في أماكن مهجورة وتخوف بقيت بشوفه في أماكن زي القصور، وكان بيبقى قاعد على كرسي زي العرش ولابس تاج، يفضل يكلمني ويقول كلام غريب زي مثلا أنا هنا عشانك، أنت ليا من البداية وهنكمل الطريق سوا، أنا عمري ما هسيبك لوحدك، وكلام كتير زي كده. والغريب إن كنت بحب أسمعه، وفي ليلة من الليالي اللي عمري ما هنساها كنت صاحية مش نايمة وفلفل معايا زي كل يوم قاعد جنبي على السرير في مكانه المفضل فوق راسي شوية، وبدأ يعمل أصوات غريبة كانت أصوات هادية مش مزعجة، وكان زي لحن هادي هو بيعزفه، وكل ما الصوت يزيد كنت بحس إن أعصابي بتهدى وكل توتر أو قلق جوايا بيختفي، ومع الوقت كنت حاسة إن أعصابي بتتخدر زي ما يكون في حاجة تقيلة بتسيطر علي لكن مش بتوجعني. وبعد شوية حسيت بجسمي بيرتخي ونفسي بيهدى ومبقتش قادرة إني أتحرك أو أرفع راسي، كنت في حالة عجيبة مش قادرة أوصفها، لا عارفة أنا كنت صاحية ولا نايمة، لكن اللي فاكراه كويس إن فجأة ظهر قدامي شاب جميل ووسيم لدرجة رهيبة، شعره أسود ناعم وعينيه واسعة ولونها غريب، وأنا ما كنتش حاسة إنه غريب عني، كنت في مكاني مش قادرة أتحرك بس لقيته بيقرب مني وبيبصلي بحب وقال لي أنت مش خايفة مني صح؟ رديت عليه وأنا مش مستوعبة أنت مين وإيه اللي بيحصل هنا؟ قال لي أنا فلفل القط بتاعك أنت عايشة معاه. اتجمدت في مكاني ما كنتش قادرة أصدق اللي بسمعه، إيه أنت بتقول إيه؟ أنت فلفل إزاي؟ قال لي أنا أقدر أظهر لك بأي شكل أنا عاوزه وأنا دلوقتي بوريك الحقيقة. قلت له ليه دلوقتي بتعمل كده؟ قال لي لأني بحبك وعايزك معايا على طول، عاوزك تيجي معايا للعالم بتاعي. قلت له عالم بتاعك تقصد ايه؟ قال لي العالم اللي انا منه غير العالم اللي انت عايشاه معايا، مش هتحسي بألم او خوف، انا هحميكي دايما. اتلخبطت وما كنتش عارفة ارد عليه، كان في جزء مني بيقاوم اللي بيحصل وجزء تاني بيسأل هو فعلا من عالم تاني وهل انا فعلا ينفع اروح معاه. فقت من الحالة اللي كنت فيها وانا حاسة بمشاعر قوية جدا ناحية الشخص اللي شفته اللي هو القط، كنت حاسة بعلاقة حب حقيقية بتربطني بيه، وبعد اللي حصل ده انعزلت وما بقتش أحب أخرج ولا أشوف حد، وكل اللي كنت عاوزاه إن القط يفضل جنبي ليل ونهار، وأول ما نام كنت بلاقيه قدامي يظهر لي بشكله الحقيقي وبيديني اهتمام كبير ويسمعني كلام يؤكد بيه ارتباطنا ببعض. لكن بعد مرور الوقت أهلي بدأوا يلاحظوا إن في حاجة غريبة بتحصل، وفي يوم ماما جت تسألني انت كويسة يا بنتي؟ مالك منعزلة كده؟ بقالك فترة مش بشوفك بتخرجي او حتى تقعدي وتتكلمي معانا زي الاول. قلت لها لا يا ماما مفيش، انا تمام، انا بس باخد راحة من المذاكرة والامتحانات قبل ما ابدأ الجامعة وارجع للمذاكرة من تاني، وكمان فلفل مونسني. قالت لي يا بنتي القط ده بقى شغلك طول الوقت، انا عارفة انك بتحب القط بس مش كده، يعني انت حابسه نفسك معاه. بابا دخل علينا فجأة معنا واحنا بنتكلم وكأنه ما صدق اننا بنتكلم في الموضوع ده، قال لي ماما بتتكلم صح يا بنتي، فعلا اللي بيحصل ده مش طبيعي. قلت له مفيش حاجة يا بابا، انا بس مرتاحة مع فلفل، مش حاسة انه ليا مزاج اعمل حاجة تانية. قال لي وانا مش مرتاح للوضع ده،
انت لازم ترجعي لحياتك الطبيعية وتشوفي صحابك وتعيشي زي اي حد في سنك. قلت له حاضر يا بابا، هعمل اللي انتوا عايزينه، انتوا بس ما تقلقوش عليا، انا كويسة خالص. ونهيت كلامي معاهم ووعدتهم اني هعمل اللي بيقولوا عليه، رغم اني ما كنتش ناوية اني اعمل اي حاجة من اللي قلتها. لكن اختي اللي كانت متابعة كلامي معاهم من الاول جات لي اوضتي بعدها، وقفت قدامي وكانت ملامح وشها متغيرة، قفلت الباب عليا وقربت مني. ساعتها اتأكدت انها هتقول حاجة مش هتعجبني. قالت لي انا مش هسكت اكتر من كده، في حاجة غلط بتحصل، انت متغيرة وكلنا ملاحظين ده، بس انا بقى حاسة بحاجة مش مريحة. قلت لها غلط ايه؟ في ايه؟ انا كويسة اهو زي ما انت شايفة، مفيش اي حاجة. قالت لي لا يا منى، انت مش كويسة من ساعة ما جبت القط ده، وانت بقيتي مش طبيعية، واهو الايام الاخيرة انعزلتي خالص، مش بتكلمينا، مش بتخرجي، في حاجة غريبة بينك وبين القط ده. قلت لها انت مكبرة الموضوع ليه قوي كده يا بنتي؟ مش ملاحظة انك بتتكلمي عن قط عادي يعني؟ واذا كنت متعلقة بيه فده عادي وهو مونسني، بس انت عندك تخيلات. قالت لي لا انا ما عنديش تخيلات، انا دخلت عليك الاوضه وانت نايمه كذا مره، شفتك بتتكلمي وانت نايمه، اكيد مجرد احلام عاديه، ناس كتير بتتكلم وهي نايمه. قالت لي اسمعي بقى، انت لا بتصلي ولا بتقري القران زي ما اتفقنا، ولما بتكوني قاعده مع القط ده بتبقي مش هنا، كانك في عالم تاني. هتقولي عليا موسوسه او مكبره الموضوع، لكن الحرص واجب، لازم تحصني نفسك، انا خايفه عليكي والله. قلت لها احصن نفسي من ايه وعالم تاني ايه؟ ايه الاوفر ده؟ قالت لي يا بنتي افهمي، ممكن جدا يكون القط ده مش طبيعي، في حاجات تانية في الدنيا انت ما تعرفيش عنها حاجة، انا قارية وعارفة الكلام ده كويس. قلت لها يعني انت عاوزة ايه دلوقتي؟ قالت لي المية تكدب الغطاس، زي ما بقولك دلوقتي، هفتح الباب واخليه يدخل يقعد جنبك، وانت قومي توضي وصلي، وبعدها امسكي المصحف واقعدي اقري جنبه. قلت لها وانا اعمل كده ليه يعني؟ انت منتظره ايه يحصل؟ قالت لي انا مش بطلب منك حاجه غريبه او صعبه، اسمعي كلامي، ولو ما حصلش حاجه يبقى ما خسرتيش، بالعكس انا بقول لك قومي صلي، لكن لو حصل اي حاجه مش مظبوطه يبقى كسبنا اول خطوه في انك تحمي نفسك. قمت وانا متردده وحاسه ان اللي هعمله مش هيعدي بالساهل كده، افتكرت لما شفت فلفل في الحلم وكان بيقول لي ان اللي بعمله بيألمه لكن مش هيقدر يبعده عني. لفيت ابص لاختي بخوف وهي فهمت اني متردده وقلقانه. قالت لي انا بعمل كده عشان مصلحتي، ما تنسيش اني انا الوحيده اللي ملتزمه بصلاتي هنا في البيت، وانا برضو الوحيده اللي فلفل بيخاف يقرب مني. كلامها نزل زي ضربه على راسي، فعلا اللي بتقوله حقيقي، لكن انا برضو ما كنتش فاهمة كل ده يعني ايه. دخلت الحمام اتوضيت بسرعة، واختي قامت وفتحت الباب عشان فلفل يدخل. لما طلعت من الحمام لقيته قاعد على السرير مستني اني اجي اقعد جنبه زي العادة، حاولت ما بصلوش كتير لانه كان جوايا خوف جامد مش عارفة سببه. طلعت اسدالي من الدولاب ولبسته ومسكت المصحف، بصيت على اختي اللي كانت قاعدة متابعة اللي بيحصل بتركيز، لقيتها بتبتسم لي عشان تشجعني اني ابدأ، وفعلا فتحت المصحف وابتديت اقرأ قرآن. وفي الاول كان صوتي هادي وواطي، وبعد لحظات من قرايتي لقيت فلفل قام من مكانه ونزل على الارض، ولما كملت لقيته جه عندي وابتدى يلف حواليا وحوالين رجليا بسرعة وزي ما يكون مش على بعضه. بصيت لاختي لقيتها بتبص بصة كده زي اللي عاوزة تقولي شوفي مش قلتلك. صوتي بدأ يرتعش من الخوف وبدأت أحس بصداع غريب مفاجئ، قمت عليت صوتي أكتر عشان أحاول أركز وما تلخبطش. لقيت القط بيبخ فيا بصوت عالي قدامي وزي ما يكون عاوز يهجم عليا، شكله كان مرعب. وقفت قراية وبصيت لأختي تاني أستنجد بيها، لكن هي قامت وقفت قدامه بتحدي وقالت لي كملي ما توقفيش. وبمجرد ما قلت اول كلمة لقيت القط هجم عليا كأنه بيطلع صوت اول مرة اسمعه منه، كان صوت اقرب لزمجرة الكلاب. صرخت وحاولت اني ابعده عني وزقه بعيد، واختي كان كمان جريت عليه تحاول تحوش عني، لكن قبل ما نقدر نعمل ده حسيت بضوافره وهي بتتغرس في ايدي. وبمجرد ما بعدناه وحاولنا نخرجه جات له حالة هياج فظيعة وخرج بره الأوضة بيجري في كل مكان في الشقة وكأنه بيحاول يهرب.
فضلت قاعدة مكاني متمسمرة وقلبي بيدق بسرعة وعيني ما بتتحركش عن الباب اللي خرج منه القط. بصيت لأختي وأنا حرفيا مرعوبة. أختي قالت لي هو إيه اللي حصل ده؟ إيه العمل دلوقتي؟ أنا كنت عارفة من الأول إن في حاجة غلط في القط ده، في حاجة مسيطرة عليه. قلت لها عفريت يعني جن؟ قالت لي جن إيه يا منى؟ طيب نعمل إيه دلوقتي؟ قالت لي نخليه بره الأوضة ولا نخرجه بره البيت كله؟ قالت لي مفيش مجال للتفكير، لازم نتخلص منه فورا. اتواصلي مع الست اللي اديتهولك وقولي لها انك تعبانه او مسافره وان مفيش حد يهتم بيه، المهم ترجعيه باي طريقه. قلت لها بس انا مش متخيله ان اقدر اسيبه، مش سهل عليا كده. قالت لي يا بنتي افهمي، اللي انت بتحبيه ومتعلقه بيه ده مش قط، فيه حاجه شريره جواه، انت شفتي بعينك. لازم نتصرف بسرعه قبل ما الامور تتطور اكتر من كده. ويلا طلعي تليفونك واكتبي لها السلام عليكم، انا اسفة جدا بسبب ظروف صحية لازم ارجع لك القط، ويا ريت نتفق على ميعاد قريب. طلعت تليفوني وانا مش قادرة اتلم على اعصابي، بس اول ما دخلت على المحادثة اللي بيني وبين الست دي اتصدمت، لقيتها عاملة لي بلوك. بصيت لاختي وانا مصدومة، ايه ده هي عاملة لي بلوك ليه؟ قالت لي ده معناه ان الست دي عارفة حاجة، واضح انها ادت لك القط وهي عارفة انه مش طبيعي كده، الموضوع كبر قوي. قلت لها طب هنعمل ايه؟ قالت لي لازم اول حاجه نعملها نقول لبابا وماما على كل حاجه، وبعد كده لازم ندور على حد يكون بيفهم في الحاجات دي، شيخ يقدر يساعدنا. قلت لها طيب ما نسربه في الشارع وخلاص؟ قالت لي الحكايه مش سهله كده، لازم نتصرف بسرعه، وبعدين عاوزانا نسربه وناس تانية تاخده وتتاذى غيرنا. وما كانش قدامي غير اني اوافق على كلامها، كنت خايفة ومرعوبة، وإحساسي ساعتها كان مختلف خالص عن الإحساس اللي كنت بحسه في أحلامي، زي ما يكون هو اللي كان بيسيطر على إحساسي في أحلامي، لكن في الواقع هو ما كانش بيقدر يسيطر عليا وعلى مشاعري بشكل كامل. خدنا بعض أنا وأختي وخرجنا لماما وبابا الصالة، كانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون. قعدنا معاهم وأختي هي اللي بدأت الكلام وقالت إحنا عايزين نحكي لكم حاجة مهمة. ماما سابت اللي في ايدها وبصت لنا بقلق، في ايه يا بنات؟ اختي قالت لها الموضوع يخص القط بتاع منى. قالت لها في تصرفات غريبه بتحصل منه، تصرفات مش طبيعيه وبتظهر لمنى كشخص انسان زينا وبيتكلم معاها. لقيت بابا بيقاطعها في كلامها وقام مزعق، ايه اللي بتقولوه ده؟ حلم ايه وشخص ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ حاولت اجمد شويه واتكلمت انا لما حسيت انه لازم ااكد كلام اختي. بابا أنا فعلا بحلم بالقط كل ليلة، بس مش أحلام عادية، ده بيتكلم معايا ويروح معايا أماكن غريبة ويوديني أماكن غريبة. ولما أختي قالت لي أقرأ القرآن هجم عليا. ماما خبطت بإيدها على صدرها وهي خايفة وقالت يا ساتر يا رب، أنت إزاي ما تقوليش حاجة زي كده من الأول؟ قلت لها ما كنتش فاهمة وكنت خايفة، كنت مفكرة إن أنا بيتهيأ لي، بس الموضوع بقى يخوف. أختي رجعت تكمل كلامها وقالت لماما الست اللي جابت القط عملت لأختي بلوك من غير سبب، الحكاية كده واضحة وإحنا لازم نتصرف. بابا قام وقف وهو بيقول للقط ده يطلع بره البيت حالا. ماما ردت وقالت أيوة، ونجيب شيخ يقرأ في البيت على منى كمان. بابا ساعتها مستناش، سابنا وخرج وهو بيحاول إنه يدور على حد يقدر يساعدنا. عرفنا إنه كلم حد من أصحابه وأخد منه رقم شيخ معروف في المنطقة عندنا. وانا واختي فضلنا قاعدين مع ماما زي ما احنا في الصالة، كلنا كنا خايفين نتحرك، اما القط فكان مختفي من قدامنا كأنه كان عارف ومدرك لكل حاجة بتحصل حواليه. وبعد شوية بابا رجع وقال انا كلمت شيخ وهو جاي بعد ساعة، بس لازم نكون جاهزين ونحضر له المكان اللي هيقعد فيه. اختي قامت من مكانها وهي بتدور على القط وقالت لازم نحط فلفل في اوضة ونقفل عليه، اما انا فكنت حاسة بقلق رهيب. فلفل في الشهور الأخيرة كان كل حياتي، أنا كنت خلاص متأكدة إنه مش طبيعي، لكن جزء مني كان لسه متعلق بيه غصب عني. أختي كعادتها قرت اللي جوايا، قربت مني وهمست لي وقالت لي مش وقت تردد خالص يا منى، لازم نتصرف صح، يلا نشوف هو فين ودخليه في أوضتك وقفلي الباب عليه. رحت على المطبخ للمكان اللي بيقعد فيه دايما، فتحت له دراعاتي جري عليا عشان أشيله، خدته ومشيت بيه بحذر لحد ما وصلت على اوضتي، دخلته جوه وبسرعه طلعت وقفلت الباب في نفس اللحظه. سمعت صوت زي نكشه او خربشه جامده في الباب، ساعتها اتاكدت ان اللي جاي هيبقى اخطر. بعد ساعه بالضبط الشيخ وصل
وبابا استقبله على الباب ودخله الصالة، وكانت ماما مجهزة المكان اللي هيقعد فيه. بابا بدأ يحكي له عن الحكاية كلها من أول ما جبنا القطة على البيت لغاية اللي قلناه ليه أنا وأختي، وطبعا عرفه إن إحنا جبناه من واحدة ما نعرفش عنها أي حاجة. وبعد ما خلص كلامه لقيت الشيخ بيسألني: أنت كنت بتحس بإيه والقطة حواليكي؟ في أي حاجة مش طبيعية؟ قلت له وأنا بتنفض من التوتر والخوف: في الأول كانت كل حاجة طبيعية، لكن بعد كده بدأ يظهر لي في الأحلام ويطلب مني حاجات، ومع الوقت بقت تصرفاته في الواقع تخوف، وأنا بقيت أحس إني متعلقة بيه وبقيت بحب أنام كتير عشان أقدر أتواصل معاه. ممكن جدا يكون القط ده معمول عليه حاجة أو ساكنة جواه حاجة، القط بالذات معرض لكده. بابا سأله وهو قلقان: طب إيه العمل دلوقتي يا شيخ؟ إيه التصرف الصح؟ قال له: لازم نعمل جلسة رقية شرعية في البيت، وطبعا هنقرأ على القط نفسه وأشوف إيه اللي وراه. أهم حاجة طول ما أنا شغال تكونوا محصنين نفسكم بآية الكرسي والمعوذتين. بابا قال له: اتفضل يا شيخ، احنا جاهزين. قال له: طب هو فين؟ قال له: في الأوضة بتاعت بنتي، اتفضل معايا. الشيخ قام ومشي ورا بابا ناحية أوضتي وقرب من الباب وفتحه بالراحة وابتدى يقرأ. في الأول القط كان واقف في ركن من أركان الأوضة ثابت ومش بيتحرك، والشيخ بيقرأ بصوت هادي ومتمكن شوية، وابتدينا كلنا نحس بسخونة في الجو مش طبيعية، والقط ابتدأ يبص حواليه في الأوضة كلها كأنه بيدور على مخرج ومش لاقي. وبعد كام دقيقة من القراءة القط اتحرك بسرعة وهو بيصرخ، خلانا كلنا اتخضينا واتنفضنا من مكاننا. بقى يعمل أصوات غريبة ويجري في كل حتة بشكل هستيري ويخبط نفسه في الحيطان زي ما يكون بيهرب من حاجة احنا مش شايفينها. كلنا كنا واقفين ومرعوبين، وانا كنت حاسة بقبضة شديدة في قلبي، كنت بتعذب انا كمان على عذابه، بس في نفس الوقت بقول هو ده الصح، ما ينفعش تراجع. القط بقى يخربش في الارض بوحشية ويطلع اصوات مخيفة ما تخرجش من قط طبيعي ابدا. ساعتها الشيخ قال بكل قوة: بسم الله اخرج من هذا الجسد، انت لا تنتمي الى هنا. القط وقف فجأة وهو بيبص للشيخ بكل غضب وكأنه يتحداه، ومرة واحدة لقينا القط وقع في الأرض وهو ساكت خالص كأنه مات. كنت مصدومة وافتكرت أنه مات فعلا، لكن لقيت الشيخ بيقول: الحمد لله، أظن أننا تخلصنا من اللي كان مسيطر عليه، لكن لازم برضو القط ده يخرج من البيت، وهو وجوده في البيت مش أمان. بابا سأله وهو بيتنفس بصعوبة من كتر التوتر: طب هنعمل إيه معاه؟ قال له: ودي فين؟ قال له: القط ده كان وعاء للجن ولازم يبقى في مكان بعيد عن البيت، وانتوا تفضلوا محصنين البيت بالرقية الشرعية والأذكار وسيبوه لحاله. أنا ساعتها انهارت من العياط وقلت لهم: بس ده كان جزء من حياتي، ازاي نرميه كده بسهولة؟ قالوا لي: القط كان وسيلة، والمشكلة ما كانتش فيه كحيوان، المشكلة كانت في الجن اللي استخدمه، عشان كده الأفضل انكم تبعدوه عن البيت. أختي قربت مني وأخدتني في حضنها وكانت مقدرة اللي أنا حاسة بيه، وقالت لي وهي بتحاول تهون عليا: صدقيني يا حبيبتي كل ده لمصلحتك، عشان نحمي نفسنا من الشر، أنا هروح ألم حاجاته عشان نمشيه من هنا. وفعلا بابا أخد القط اللي كان لسه في حالة الإغماء الغريبة دي، وأخد كل حاجة ليه كانت موجودة في البيت ومشي، وحتى لما رجع مرضيش يقول لنا وده فين. وأنا فضلت فترة بعد اللي حصل أشوف كوابيس صعبة، كنت كتير بحلم بالقط إنه بيهجم عليا وبيخربشني، ولما كنت بصحى كنت بحس بوجع في جسمي، وفعلا كأن ده حصل بجد. لكن سمعت كلام الشيخ وحافظت على صلاتي والتحسين، ومع الوقت كل حاجة ابتدت ترجع طبيعية زي الأول. ومن وقتها وأنا للأسف علاقتي انقطعت بكل الحيوانات، لأني ببساطة بقيت خايفة ومش واثقة في أي قط بعد اللي حصل. لغاية دلوقتي كل ما بشوف أي قط في الشارع بسأل نفسي: يا ترى ده قط فعلا ولا حاجة تانية؟ ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لنا لايك واشتراك للقناة عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا والقصص اللي بنقدمها. شكرا لكم.